حميد الجميلي أستاذ بكلية الآداب والعلوم بجامعة بن الطفيل، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تخصص تاريخ وحضارة. سعدت بالدعوة التي وجدت إلي من طرف جريدة أخبار الفجر، وأتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها الإعلامية بمدينة القنيطرة وضواحيها. استدعيت لكي أتكلم عن الكوارث الطبيعية والجوائح والأوبئة التي تعرض لها المغرب في تاريخه، تزامنا مع الأزمة الوبائية التي يعرفها المغرب ويعرفها العالم، أزمة وباء كورونا التي ضربت العالم في القرن 21 سنة 2020 وخلفت هلعا ورعبا وتأثير على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والنفسية أيضا. ولا زال هذا الرعب حاضر لحد الآن، والخوف من موجات جديدة من كورونا بشكل عام. لا شك أن تاريخ المغرب الذي يحاول أن يستقرئه يتضح بأنه تعرض لعدد من الكوارث الطبيعية منذ عقوده القديمة، منذ العصر القديم وإلى العصر الوسيط والفترة الحديثة والمعاصرة وفي الفترة الراهنة. وسأحاول أن ألامس الكوارث الطبيعية والأوبئة التي حدثت في العصر الوسيط إلى جانب فترات من العصر الحديث والفترة المعاصرة، وإن كنت سأركز على الفترة الوسيطية بحكم اهتمام والتخصص. لا شك أن القرن السادس والقرن السابع الهجري والقرن الثامن، أي القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الميلادي، وهي فترة حكم الدولة المرابطية التي حكمت في منتصف القرن الخامس إلى تقريبا منتصف القرن السادس، والدولة الموحدية التي حكمت ما بين منتصف القرن الخامس السادس إلى النصف الثاني من القرن السابع الهجري، ثم الدولة المرينية التي حكمت سنة 668 هجرية واستمر حكمها وضعفت بعد نهاية حكم أبو عنان المريني. إذن هذه فترة تاريخية مهمة جدا. إذن حينما نحاول استقراء وإحصاء أهم الكوارث الطبيعية التي تعرض لها المغرب، نجد في القرن السادس الهجري فقط 39 جائحة أو كارثة طبيعية، من بينها عدد المجاعات 15 مجاعة، عدد القحوط 12، عدد السيول 8، الأوبئة 3، وأيضا الحرائق حريق واحد. ثم إذا حاولنا أن نستقرئ النسب مئوية نجد بأن المجاعات تأتي في المرتبة الأولى ب 38%. هذه الكوارث الطبيعية خلفت لنا نتائج ديموغرافية مهمة جدا. فالمصادر التاريخية تتكلم أنه سنة 498 هجرية بالمغرب والأندلس وقع قحط كبير حتى أيقن الناس بالهلاك. سنة 532 هجرية أيضا هلك فيه العديد من الناس والدواب واكتسح معظم الدور والصروح، هذا سيل عظيم مهم جدا. 537-542 أيضا وقعت جماعة بمجاعة بمدينة أزمور، وهذا أدى إلى طرد أن الجوع طرد الناس من البادية. أيضا بمكناس مجاعة رهيبة حتى هلك الناس قتلا وجوعا. وفي مراكش سنة 564 أيضا مرض كثير من الناس. أيضا 571 وهي سنة مهمة جدا وقع فيها الوباء والطاعون شديد، بلغ عدد الأموات في كل يوم 100-119 شخصا وأكثر. شملت الموت الأعيان وكبار القوم والعبيد، وأيضا كان يموت من العبيد في القصور والسادة في كل يوم 30 شخصا، حتى مات أكثر من كان في القصور والذي وصل تقريبا إلى 1700 رجل. إذن هذا عن القرن السادس الهجري، بل أنه مات عدد من المتصوفة، عدد من الأمراء الموحدين أيضا ماتوا في هذه الفترة. إذا انتقلنا إلى القرن السابع الهجري أيضا هناك إحصائيات مهمة جدا تبين على فداحة الكوارث الطبيعية والجوائح والأوبئة. أيضا
عدد المجاعات 29 مجاعة في القرن السابع الهجري أي القرن الثالث عشر الميلادي، عدد القحوط 15، عدد الأوبئة 10 أوبئة، السيول والأمطار 3، ثم الحرائق والجراد 10. مجموع هذه الكوارث الطبيعية 37 جائحة في ظرف 100 سنة. إذن هذا يبين أن عدد الجوائح كان كبيرا جدا، تقريبا كل سنة ونصف إلا وتقع جائحة وكارثة ووباء. إذن تأتي في المرتبة الأولى المجاعة 43%، يليها القحط 22%، الوباء الطاعون 15%، الحرائق والجراد أيضا 15%، السيول والأمطار 5%. إذا انتقلنا إلى حجم الكوارث أو الخسائر البشرية، وهذا ما يحصل الآن إذن في زمن كورونا، فنجد أنه كانت هناك نتائج ديموغرافية. إذن حينما نتكلم عن الوباء العام الذي ضرب المغرب طوله وعرضه سنة 609-610، وقد تزامن مع أيضا معركة مهمة خاضها المغرب في الأندلس، معركة العقاب، وهو الذي تحيف الناس إلا قليلا. ثم سنة 618 هجرية بانتفاس وقعت مجاعة وفتن، مات أكثر الناس جوعا أي بالمجاعة. ثم نتكلم عن مغرب 619-637، وقعت المجاعة العظمى والقحط استمر لخمس سنوات، خلا فيها المغرب، وهذا إن هذا كان معطى مجازي يعبر على أن عدد القتلى كان كبيرا. أيضا مجاعة وقعت بمراكش سنة 632 هجرية، وهي فترة حكم الموحدين لكن في مرحلتها الأخيرة ومرحلة الضعف. هلكت أمم لا تحصى وأبواب البلد كلها كانت مغلقة. إذن هذا يبين بأن كان هناك انحباس اقتصادي، انحباس تجاري. سنة 535 أيضا بالمغرب مجاعة شديدة ووباء، كان يدفن في الحفرة الواحدة 100 من الناس. إذن وهذا فيه نوع من التهويل والتعبير على فداحة الخسائر البشرية، وقد تكون العبارة غير دقيقة ولكنها تعبر على حجم هذه الخسائر. أيضا سنة 693-694، وهي فترة حكم الدولة المارينية أيضا بالمغرب وإفريقيا ومصر، كانت هناك مجاعة شديدة ووباء عظيم وجفاف وقحط، أي اجتمعت الأوبئة أو الجوائح بأجمعها، هلك فيه خلق كثير، وكان الناس يحملون من الموتى 4 و3، يعني آخر أن عدد القتلى كان كبيرا. هذا كما صرح بذلك ابن خلدون في كتابه العبر بشكل عام. إذن حينما نحاول أن نذهب إلى القرن الثامن الهجري، فعدد الأوبئة تقريبا 11، عدد المجاعات 6، عدد الكوارث الطبيعية القحط والجفاف 6، الجراد 2، السيول 6، الرياح 3. مجموع الكوارث الطبيعية في القرن الثامن الهجري أي الرابع عشر الميلادي 34 جائحة، وهي تقريبا يعني حجم كبير، وإن كان أقل من القرن الذي سبق إلى القرن السابع الهجري الذي كان فيه تقريبا 37 جائحة. إذن يتضح أن الأوبئة تأتي في المرتبة الأولى ب 31%، القحط والمجاعة والسيول 18%، والرياح 9%، والجراد 6%. الخسائر البشرية أيضا كانت كبيرة ومدمرة، وأهم الخسائر كانت مرتبطة بوباء الطاعون 1750 هجرية. وفي هذا الوباء مات عدد من الأعلام الذين سافروا مع السلطان أبو حسن إلى إفريقيا في غزوة حربية إلى إفريقيا، وهذا يبين أيضا الامتداد المغرب الأقصى إلى شمال إفريقيا وإلى تونس. أيضا كما تكلم ابن خلدون أن الطاعون الأسود تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وانتقص العمران بانتقاص البشر، يعني أن عدد الخسائر البشرية كان كبيرا. وللإشارة أن الطاعون الأسود لم يضرب المغرب فقط، بل ضرب شمال إفريقيا، ضرب عديد من المدن في الأندلس وأيضا في جنوب أوروبا بأكملها إلى جانب الصين المنطلق هذا الوباء. أيضا ابن بطوطة الذي عاش في القرن الثامن الهجري يتكلم عن وفاة والدته بسبب هذا الطاعون. أيضا نتكلم عن جفاف وعواصف ومجاعة حصلت سنة 763
إذن وقعت المجاعة وأيضا انتشر يعني عدد كبير من الأمراض أدت إلى كثرة الموت. إذن كما تلاحظون أن هذه المعطيات تبين بأن الكوارث الطبيعية كانت مهمة جدا. أيضا إذا رجعنا إلى وراء 722 رياح شديدة، 724 سيل عظيم هلك فيه كثير من الناس ما يزيد على 150 شخص في فاس، ودمرت الكروم والأشجار والزيتون وأيضا غلاء الأسعار. أيضا بوادي فاس بعد سنة مباشرة جملة من قتل من الناس المعروفين بأسمائهم كما يقع الآن في كورونا، فهناك أسماء أشخاص معروفين يتم تدوينهم بأحرف من الألم. إذن هدم من الديار 1100، ومن المساجد 5، ومن الأفران 2، ومن الحوانيت 94 حانوت. يعني خلنا الكارثة كانت عامة، شملت المجال التجاري، المجال الصناعي، المجال الديني، وأيضا المجال العمراني بشكل عام. إذا حاولنا أن نخلص إلى أهم معطيات إحصائية مرتبطة بالكوارث الطبيعية في 3 قرون، وهي مرحلة مهمة جدا من مراحل الدولة المغربية المركزية في العصر الوسيط، الدولة المرابطية والموحدية والمارينية، نجد بأن عدد الكوارث الطبيعية هو 140 كارثة، 140 كارثة في 300 سنة. بمعنى آخر أنه حوالي تقريبا 50% من السنوات هي كوارث، تقريبا هي كوارث، وهذا يبين فضاحة هذه الخسائر. إذا حاولنا أن نحصي عدد الكوارث لكل نوع من الكوارث، عدد المجاعات 50 مجاعة في 300 سنة، عدد القحوط 33، عدد الأوبئة 24، عدد السيول 17، عدد الحرائق 2، عدد أيضا مرات اجتياح الجراد 11. إذن هذا يبين فضاحة هذه الكوارث وما خلفته. بمعنى آخر أن الإنسان المغربي هو كان يعني معرضا لهذه الكوارث، سواء ما يتعلق بطبقة الهشة وفئة المهمشين، والتي كانت الكوارث الطبيعية وبالا عليهم لأنهم لا يستطيعون مقاومتها ولا يقدرون على توفير يعني الضروريات للاستقرار أمام يعني هذه الموجات من الكوارث. وأيضا في بعض الأحيان حينما يكون الوباء الذي يكون يعني ينتشر وبدون سابق إنذار، قد يؤدي إلى هلاك أيضا الطبقة الخاصة، أو ربما قد يموت فيها أيضا حتى الأمراء. وهذا يبين بالفعل بأن المغرب كان مهدد في بنيته الديمغرافية، وأيضا كان هذا ينعكس على معطياته الاجتماعية ومعطياته الاقتصادية ومعطياته العمرانية. إذا انتقلنا إلى الفترة الحديثة، فنقف عند ما كتبه الباحث المتميز محمد السيتو في كتابه الكوارث الطبيعية، وقد خرج الآن هذا الكتاب إلى النور، فحاول أيضا يوضح فيه كل الكوارث التي وقعت في القرن السادس عشر. أيضا نتكلم عن القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فمحمد الأمين البزاز كتب كتابا نفيس عن هذه الفترة، ويعتبر من أهم المراجع المهمة، وأحصى يعني كل الأوبئة التي حصلت يعني منذ عهد المولى إسماعيل إلى نهاية القرن التاسع عشر، وهي أوبئة متنوعة. نتكلم عن بوغليب، نتكلم عن الطاعون، نتكلم عن التيفويد، نتكلم أيضا عن الكوليرا، فكلها أمراض وقعت. وأيضا حتى في بداية القرن العشرين وبداية الاستعمار وغيرك، فأيضا ظهرت مجموعة من الأمراض المعدية والأوبئة التي انتشرت في مختلف ربوع المغرب، من بينها منطقة الغرب، منطقة تافيلات، منطقة الشمال، فانتشرت الأوبئة بشكل كبير. لكن في فترة الاستعمار ربما كانت محاربته بشكل أكبر وأنجع، على اعتبار أن أوروبا قد انتهجت ما يسمى بالكارانتينا أو الحجر الصحي في مراحل متقدمة منذ نهاية الطاعون الأسود الذي ضرب أيضا أوروبا، فانتبهت إلى ضرورة يعني الاستفادة منه والتعامل معه بطريقة علمية وباحتراز إلى ذلك، فكانت هذه طريقة الكارانتينا أو نوع من الحجر الصحي. إذن المغرب الآن يعيش يعني وإن كانت
المعطيات تؤشر على أن تراجع حدة عدد المصابين بوباء كورونا، لكن نتأكد بالفعل بأن المغرب فقد يعني عدد كبير من السكان، وسواء من فئة العامة، من فئة المجتمع رحمهم الله، أو من فئة الكوادر أيضا، الكوادر العليا في البلاد، سواء كانت كوادر طبية أو كانت كوادر أيضا تعليمية، سواء في السلك الثانوي الإعدادي والابتدائي أو في السلك الجامعي، إلى جانب أيضا شخصيات مرموقة منهم وزراء ومنهم أيضا برلمانيون إلى غير ذلك، منهم أيضا رؤساء جامعات، إذا فقدتهم الجامعة. وهذه أيضا فرصة للترحم على هؤلاء الشهداء والذين ربما ماتوا وهم يؤدون واجبهم المهني وواجبهم الوطني. هذه فرصة أيضا لكي نترحم على كل الأموات في زمن كورونا، سواء في المغرب أو خارج المغرب. ونتمنى أن تكون سنة 2021 هي سنة خير وسلام وأمن وأيضا انتفاء هذا الوباء، حتى يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية ويتم تدارك ما يمكن تداركه، والحياة هي فرصة للإنسان لكي يعيش فيها بأمل وبتفاؤل، ولكن أيضا لابد أن تعود للإنسان يعني مجريات حياته الطبيعية من أجل استعادة قوت يومه، وأيضا من أجل أيضا ممارسة حياته الطبيعية، وأيضا ترويح عن النفس التي حرم منها في فترة الحجر الصحي وفترة أيضا الاحتراز من الاختلاط داخل المطاعم أو داخل الملاعب أو داخل الجامعات إلى غير ذلك. أيضا فرصة لعودة الطلبة إلى جامعاتهم، وهذه بشكل عام يعني تمني أن تكون سنة 2021 يعني سنة انتهاء هذا الكابوس، هذا الوباء، ونرجو الله أن يرحم الجميع. شكرا مرة أخرى لجريدة أخبار الفجر، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم المهنية. شكرا مرة أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.